معه اخر ما وصلنا من برقيات هناك. الطائرات ما تزال تدك الحصون، والدبابات والمدافع تهدر بقنابلها وقذائفها. السيد حافظ الاسد يرسل ببرقية الى السيد ياسر عرفات يقول فيها: قلوبنا معكم، شدوا حيلكم. السيد العقيد معمر القذافي والسيد هواري ابو مدين يرسلان يطلبان انعقاد مجلس اللائم ليناقش القضية. العراق واليمن الجنوبية تدين الموقف، مصر تدين الموقف، وكنت اود ان نكون غير هذا. لو ان كل دولة فتحت جبهتها لشغلنا تركيز الضرب ولدخلناها معركة، اما ان نموت كراما واما ان نعيش اعزاء. كنت اود من وزير الاعلام عندنا ان يجامل حتى ولو بكلمة، لكنني لما فتحت الاذاعة يوم الاربعاء والرؤوس هناك تنثر والدماء تهدر والدبابات تخطب على منابر الرقاب، حولت مفتاح المزياع الى اذاعة صوت العرب لعلي اسمع قرآنا يتلى والمجازر هناك تعمل ليل نهار، وبيجن كلنا نعرفه، رجل دخل قرية دير ياسين فذبح بيده الله كريمة، ذبح 250، حتى النساء الحوامل جاء بهن بيجن وفتح الارحام، وقيل له: اتشق ارحام الحوامل؟ فقال في سخرية: لأتبين ما في بطنها أذكر أم أنثى. بيجن كلنا نعرفه، وكنت أود من الإذاعة أقل ما يقال أن تزيع قرآنا، في المأتم، لكنني وأنا أسمع صوت العرب انطلق صوت العندليب عبد الحليم حافظ يقول: قل لي حاجة، اي حاجة، قل بحبك، قل كرهتك، قل ولا يهمكش حاجة. قلت: سبحان الله، انشقى بك حيا وميتا. المجازر تدور رحاها هناك، اطفال، ارواح، تزهق. لا اله الا الله. يرحم الله ايام الخلافة الاسلامية،